يمكنك أن نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء حروف سابقة. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط عفوا على إمكانية الوصول، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التفاعل ومهارات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المفاتيح عمو، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الضبط، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إظهار خيارات قائمة، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على عرض قائمة إدخال النص، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على حرف السابق. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء حرف السابق. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. وتنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.